يعني نجم يربح لحد الدوري يقوم انا كيما يقولوا بيرجي لاتيت شو لي ديبول الشامبيونز ليغ كومبيتيسيون اخرى مسابقه اخرى مغايره تماما للشامبيونات تاع تونس ادفيرسير اخر ما فماش كيفو في تونس الان دونك مباراه باش تكون صعيبه برشا لازم نكونوا مركزين او ماكسيموم في المباراه هذه. عندك كثر ولا فين كثر شو اللي ان شاء الله نلقاو لي سوليسيون ان شاء الله يكونوا موجودين معناها باش نحاولوا نغيروا معناها من مراكز بعض اللاعبين ان شاء الله لي سوليسيون سيبري باش نكونوا هونديكابي شويه برشا مش شويه خاصه معناها في الخط الخلفي وخط وسط الميدان نعرف السخن نتاع الجو الساكن والسخن نتاع خط القربي وبنانا معناها وبن منصور كيفاش لكن الحال ان شاء الله لاعبين يقولوا لا 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 لكن ذلك طبعا الالترناتيف الاخرانيه اذا كان بن منصور ما حضرش وممكن معناها هذاك اش باش يصير خاطر صعيب ياسر لما بن منصور مش المجازفه باش تكون في مشاركه بن منصور خاطر بن ريسك معناها باش يغشوتي فيها يوم جوزي معناها كما قلت انا قبيله جوزي معناها المدرب على مستوى عالي جدا تكتيكيا شفت الاهلي اسلام مغايره من الاهلي بتاع منون اكثر في ميديتي في اللعب اكثر معناها اللعب بوختي اكثر معناها القدام هجوميا اكثر نجاح هجوميا اكثر تحركات اكثر في الملعب ثم عماد متعب اللي عنده قيمه كبيره معناها في الاهلي لما يكون موجود مباراه بلا جمهور بين القرن مش مطالب ترشي اللي هي عامل ما تنفعش ترشي باعتبار العامل المعنوي في مسائل المباريات عنده دور. انا شخصيا كنت نحب ان الجمهور يكون موجود في المباراه هذه لاني منقوش من اللاعبين ما حبيتش نكون منقوش من الجماهير الرياضيه اللي متعتب تشوف معناها الترجي التونسي وحافز معنوي كبير يعني في غياب بعض اللاعبين ممكن الجمهور ينجم يدز الملاعبيه معناها ويحفزهم اكثر ويعطيهم اكثر ماكسيموم تاعهم. اما لوزمون سي دي ديسيزيون كون بو با ديسكوتي هذه قرارات معناها يلزم واحد معناها يحترمها وكو فما معناها اشياء اخرى اهم.